الصين. الآن وصول الطائرة العسكرية التي تحمل على متنها الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك مباشرة من مطار بوفاريك العسكري. الآن الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك تصل إلى مطار بوفاريك العسكري. كما ترون الآن وكما تشاهدون أطراف أعوان الحماية المدنية وأيضا الإطارات التسامية في الدولة في استقبال الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك من القاعدة العسكرية ببوفاريك. هاي أجواء المباشر، متواجدون الآن بالقاعدة العسكرية ببوفاريك. الطائرة الأولى من الدفعة الأولى للقاح سبوتنيك في استقبالها كل من وزير الصحة عبد الرحمن بوزيد، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة،
وممثلين عن اللجنة الصحية لمتابعة وباء كورونا كما تشاهدون الآن. الآن التحضيرات جارية لتنزيل الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك من القاعدة الجوية ببوفاريك. هذه هي الطائرة التي تحمل على متنها الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك قادمة من العاصمة الروسية موسكو، وها هم أعوان الحماية المدنية في استقبال هذه الشحنة، وأيضا القاعدة الجوية ببوفاريك. أقول نعم، هذه صور مباشرة وحية من على متن الطائرة العسكرية التي تحمل على متنها لقاح سبوتنيك القادمة من روسيا كما ترون الآن. وعلى المباشر هذه هي أول الصور الحصرية التي ترونها وتشاهدونها الآن من الطائرة العسكرية ببوفاريك للقاح سبوتنيك كما تشاهدون الآن. هذه هي أول الصور الحصرية للإذاعة الجزائرية من لقاح سبوتنيك، صور حصرية من لقاح سبوتنيك الآن من على متن الطائرة العسكرية التي جاءت قادمة من العاصمة الروسية موسكو. أقول مرة أخرى أننا متواجدون على متن الطائرة العسكرية القادمة من العاصمة الروسية موسكو، وعلى متنها أول دفعة للقاح سبوتنيك. هذه أول دفعة من أقول مرة أخرى من لقاح سبوتنيك القادمة من العاصمة الروسية موسكو، صور حية وحصرية على الهواء مباشرة من على متن أول طائرة سافرت من العاصمة أمس موسكو نحو الجزائر، وعلى متنها الدفعة الأولى من لقاح سبوتنيك في قادمة من العاصمة الروسية موسكو. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ton bien, madame.